إذا كان اعتدى عليها اغتصاب لا يجوز أن تزوج له، أهلها لا يجوز لهم ذلك، أن يزوجوها من باب الستر حرام، يعني ضيعوا بنتهم، يعني هذا رجل فاجر واغتصبها زنى بها ثم بعد يزوجونها، يا بعد ما كان ماخذها بالغش بالخفية الحين ياخذها أشكرة، والله يسويها السبيل حق ربعه، لأن هذا ما في دين ولا في تقبة ولا في كذا، فلا يجوز تزويجه. بعض الناس يقول نبي الستر، مو صحيح هذا الكلام، الله المستعان، الله يستر علينا وعليكم.